لم يجد أجدادنا في الأرض آبارا فشقوا الصخرة مدنا. خطوبة ولي عهد الأردن من رجوى السيف يتصدر العروس شبيهة الملكة رانيا وما علاقة أحلام الشامسي. ضج خبر خطوبة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت وكالة الأنباء الأردنية بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله قمة اليوم الأربعاء الواقع في 19 من محرم عام 1444 هجرية الموافق ل 17 من أغسطس عام 2022 ميلادية خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف. مواقع التواصل مهم كثير وطبيعي ما حدا بيقدر يستغني عنهم، لكن هي ما بتعكس ذلك. كما قالت الملكة رانيا من خلال صور عبر انستغرام: رجوت الله مثلي مثل كل أم أن يرزقها خيرا وأن تجد من تحب. فجاءت رجوى مبارك ابن الأمير الحسين وعروستنا الغالية وكل رجوى الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير. ولدت رجوى بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994 لخالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري، وهي شقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا. كما هنأت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الملكة رانيا بخطوبة نجمها ونشرت مجموعة صور توثق الخطوبة وعلقت: أتوجه بأسمى التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله بمناسبة خطوبة سمو الأمير ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، متمنية لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء والرفاه والبنين وربي يحفظ الأردن. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أحلام حيث قال البعض: أعملي لهم تاج يمكن يجيبوك تغني في عرسهم. كما جاءت التعليقات أن هناك شبه بين العروس وبين الملكة رانيا، حيث جاءت التعليقات: العروسة بتشبه الملكة رانيا أكثر شوصلة القرابة. وأضاف البعض: ألف مبروك عروسة جميلة شبه الملكة الجميلة رانيا، ربنا يسعدهم.